بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدأ معاكم حلقة جديدة من قناة صديق الفلاح وصفحة عالم الزراعة الحديثة. النهارده هنعلمكم زراعة الليمون في المنزل. كل اللي بنطلبه منك هو القصاص وليمونة من البيت أو من شجرة أو من أي حاجة، وهنعمل عملية استخراج للبذرة من قلب الليمونة زي ما أنت شايف كده بالظبط في الصورة. وبعد ما نتم من عملية استخراج البذرة نغسلها كويس وننضفها، وده أهم حاجة عندنا. وبعد كده خالص هنقول لك ايه الطريقة اللي ممكن تعملها بعد دي. نيجي نجيب القصاص بتاعنا، طبعا هيكون لازم يكون مبلول نبذة مية صغيرة في أي كان، في وعاء، في جردل، في أي شيء بسيط صغير. وده ممكن تزرعها على فكرة وبتطلع شجرة ليمون مقزمة صغيرة، ودي ليمونة من البيت عادي عشان محدش يقول إن إحنا بنشتغله أو بنجيب حاجة خارجية أو الكلام ده كله. القصة والمعلومة إن إحنا بنفهمك إزاي تزرعها وفي نفس الوقت ما تغلطش عشان تطلع معاك وتبقى نبتة كويسة. فدي الليمونة، وزي ما أنتوا حضراتكم شايفين قاطعينها نصين، مفيش اي ادنى مشكلة من المشاكل. هنيجي نعمل عملية صغيرة بسيطة، هنجيب البذر الليمون اللي احنا كنا طلعناه من قلب الليمونة، وهنيجي نحطه في حاجة بسيطة وهنقول لك عليها دلوقتي حالا. بس قبل حاجة ما تنساش تعمل لايك وشير عشان تفيد غيرك وكلنا نستفاد من بعض. هنجيب منديل صغير، طبقتين او طبقة واحدة، بس انصحك بطبقتين. ليه؟ لان احنا هنعمل عملية حبس حراري بسيط لبذرة الليمون. بعد كده هنيجي نجيب البذر اللي احنا حطيناه اللي احنا طلعناه هنحطه في قلب المنديل، وهنبتدي ان احنا كل لما تيجي نحط حاجة بنسبة مية بسيطة بس، وهنطبق عليها المنديل اللي احنا كنا بنقول طبقتين طبقتين عشان يعمل عملية الحبس الحراري الكاملة. وبعد كده هنرشها بشوية مية زي ما انتم شايفين كده في الصورة. طبعا لو اي حد محتاج اي حاجة كلمني، ده مفيش مشكلة فيها، انا تحت امرك في اي حاجة. انت بس كل ما عليك انك تكلمني وتبعتلي وانا ارد عليك على طول. ولو انت عايز زرعة معينة عايز تزرعها في البيت احنا ممكن ندلك فيها. وهنجيب كيس بلاستيك وهنحطها معانا في قلب الكيس، هتفضل لمدة 72 ساعة او ازيد، 72 ساعة او ازيد تفضل معانا في قلب الكيس. كده بيتم عملية حبس حراري للبذرة ذات نفسها. وقبل اي حاجة عشان في معلومة هتفوتك صغيرة احنا ما طلعناهاش في الفيديو، انت لازم تربط الكيس كويس وتحطه في مكان ضل. بعد كده هتيجي طبعا هنفك الكيس اللي احنا قعدنا فيه من 72 ساعة او اكتر، هنطلعه من قلب الكيس وتعالى بينا نشوف. وما تنساش تدعمنا بلايك. وزي ما انتم حضراتكم شايفين دي البذرة بتاعتنا بعد ما اتعمل معاها عملية حبس حراري. بس قبل اي حاجة خليك دقيق جدا وانت بتشيل البذرة من المنديل عشان ما تكسرش الجنين ذات نفسه او تكسر النبتة اللي طالعة من قلب المنديل. ده برضو عامل اساسي انت تحاول انك تحاذر منه، لان في ناس كتير اتشكت من الموضوع ده وناس كتير كلمتني. بس تاخد بالك ممكن تعملها بايديك زي ما انا بعملها، وممكن تطلعها انت بملقاط وتحطها. وبعد كده هتيجي تطلع النبتة من قلب المنديل اهي زي ما انت شايف. طبعا ده بالنسبة للنبتة، هي طلعت من قلب البذرة بتاعتها بعد ما عملنا لها الحبس الحراري ل 72 ساعة او اكتر. ده بنبص بالنسبة ليها بتلاقي فيها شعرات بسيطة والجنين حاجة بسيطة صغيرة خالص. المهم كل ما عليك انك انت ما تتعرضش للكلام ده كله، يكون في مكان مقفول لحد حين النبتة تكبر معاك وتبقى سليمة 100%. بعد كده هناخدها نطلعها من القشرة بتاعتها او من المنديل، وبعد كده هنحطها معانا على طبق ابيض اللي كان معانا في الاول هنحطها، وبعد كده هنحطها وهنغرزها. بس بنطلع بقية الجنين اللي موجود او بقية البذر اللي كان موجود في قلب المنديل. طبعا دي النبتة بتاعتنا زي ما انت ما شايف، وهتتزرع بنفس الشكل. طبعا هنجيب القصاص بتاعنا او اللي احنا الوعاء اللي احنا هنحط فيه وهنزرع فيه بنفس الشكل ده كله، وهتطلع معاك شجرة الليمون زي ما انت شايف كده في البيت. وعلى شرط
لو هي اتربت في البيت او اتربت في مكان معين بتطلع شجرة الليمون شجرة مقزمة، مش زي اللي احنا بنشوفها المعمرة او اللي موجودة في اماكن بره، في جناين او في ايا كان، في مزارع الليمون او الحاجات دي كلها. وانا برضو احط لك صورة ليها بعد الانتاج هنا. طبعا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وتقول لنا ايه رأيك في الفيديو، وما تنساش تصلوا على النبي.